خلصت البابا حامي الإيمان في القرن العشرين. دلوقتي حامي الإيمان بتاع الكنيسة في القرن العشرين. إحنا دلوقتي بنتعرض لبعض الهرطقات والأفكار الغريبة اللي داخلة على ولادنا في التربية الكنسية. منهم كتاب كنت بعته لقداستك المرة اللي فاتت بيقول عن رؤية القديس أثناسيوس الرسولي إن هو طلع فوق في السماء ومشاف حاجات غريبة جدا. من ضمن الأخطاء هورد بس خطأين يعني، وعايز قداستك يا ريت يعني تفرج ليها حتى لو محاضرة، بحيث إن الحاجات دي بتنتشر في مكتبة المحبة وبتتوزع على أولادنا. الأخطاء منها إن الناس اللي في الجحيم صرخوا للرب وقالوا له إن إحنا بنتعذب ومفيش راحة خالص من الجحيم، فراح ربنا قال لهم من أجل شفاعات ميخائيل ومن أجل القرابين اللي بيطعوها قرابكم في الأرض انا هديكوا راحة من الجحيم ليلة الحد ويوم الحد. والناس اللي بتموت من غير ما تعترف وهي تايبة عن الخطية بيدفع انفسهم لمسائيل علشان يغطسهم في نهر ابيض ويخرجوا منه ويدخلوا الفردوس. دي حاجة انتوا تصدقوا كل الرؤى اللي بتنسب للقديسين؟ ما طبعا يا سيدنا، يعني ده في رؤية قيلت عن القديس الانبا شنودة رئيس المتوحدين ان طلع في السماء وجاب تفاح من فوق. طب والسماء فيه تفاح وعملوا قداس مش عارف ايه، وفي حاجات تانية تلاقيها منسوبة للقديسين قداس عجيب جدا. يحصل ان يجي بولس الرسول يقرا لبولس، ويجي يعقوب يقرا الكاثوليكون، ومتى يقرا الانجيل، والمسيح ينام على المذبح. يعني شغلنا بتاعت ألف ليلة. المشكلة ان الحاجات دي تفيدنا اخطيت مش لاقي رد، فالناس بتمسك في ان ده اللي قاله قديس أثناسيوس الرسولي. يا عم ما من قال بولس أثناسيوس قال كده؟ ما هما الكاتب بيقول ان ديت حاجة كانت موجودة في دير السريان، وبيقول ان المشرف على كتاباته أنبا متاوس، وأنبا متاوس اصلا مش مقدم له كتاب، يعني مش موجود. فيعني لازم يبقى في رد من الكنيسة للحاجات دي. شوف انا عايزكم تعرفون الحق في معناه الحقيقي، مجرد على ان مين اللي مؤلف الكتاب ومين اللي كتبه ومين اللي راجعه، كل دي اشياء جانبية. احنا نشوف المحتوى بتاع الكتاب يناسب العقل ولا ما يناسبش العقل، يناسب ما هو موجود في الكتاب المقدس ولا لا يناسبه. لكن ما نقولش الكتاب ده طلعه الدير الفلاني، طلعه ابونا فلان، راجعه انبا فلان، كل دي اشياء جانبية متحطهاش في مخ، او صدر من جمعية المحبة، او حتى صدر من عندي انا. لا احنا لازم نشوف الحق في صميمه وليس بالامور الجانبية دي. احنا عشان درسنا في الاكليركية او معهد الرعاية بنبقى يعني في شوية ان احنا نقدر نميز، لكن ولادنا في الخدمة بيقعوا في ايديهم الافكار دي. طيب انتوا الذين درستم يبقى تشرحوا للباقيين الاخطاء وتقول لهم دي اخطاء، وتسبوها تهلهم بالبرهان وهم يثقوا بيكوا بكلمكم.